أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج عين على الحدث. إذن جميع يؤجل البث في مصيره ويرمي بورقته ذلك إلى المكتب السياسي أو أي استدعاء يصدر من العدالة. ما هو السيناريو الأقرب لما سيتخذه المكتب السياسي للحزب، وأي مستقبل ينتظر الدور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ككل؟ أسئلة أخرى مشاهدينا أسعد بطرحها على الأستاذ جمال بن حمودة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، أهلا بك. شكرا على الاستضافة وموفقين إن شاء الله. إن شاء الله، ولكن قبل أن نبدأ النقاش لا بأس أن نتابع ما أهم ما جاء في تصريحات محمد جميع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني هذا الصباح. لما يصلني استدعاء المجلس الشعبي الوطني سوف أتنازل عن حصانتي مباشرة. قبل هذا الشيء سأقوم، وحين يصلني ذلك فيما يخص منصبي كأمين عام سوف نأخذ القرار جماعيا في المكتب السياسي. طبعا مشاهدينا، أبدأ بأول سؤال معك أستاذ جمال بن حمودة، يعني كيف يبدو السيناريو الأقرب بالنسبة لمحمد جميعي اليوم؟ أولا أجدد الشكر على الاستضافة وتحية لكل مشاهدي القناة. فقط أنا لا أسمح لنفسي أن أتحدث عن المسمى محمد جميعي الشخص، أتحدث عن منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي أعتقد أنه من حقي ويشاركني في هذا الحق كل شرفاء من أبناء الجزائر أن يكون هذا العنوان ملك لمثل هؤلاء البشر اللي مع الأسف الآن في عصر المعلومات لم يعد شيء خافي على أحد، وبالتالي ما كنا نقوله في بداية العمل على استرجاع الشرعية لقيادة الجبهة ها هو حاصل اليوم أمام مرأة ومسمع الجميع. هذه التصرفات ليست جديدة على كل شرفاء جبهة التحرير الوطني من هذا الشخص. إذا علمنا بأنه لا يتورع عن الكذب حتى على التاريخ فلا يستغرب أن يواصل في كل هذه التفاهات وفي كل هذه القذارات التي تسيء للجزائر أولا وتسيء لجبهة التحرير على وجه التحديد. هذا السيد يعلم الجميع أنه لغاية 2012 لم يكن ينتمي بصفة شرعية وقانونية إلى جبهة التحرير الوطني. لقد ترشح لعهدتين متتاليتين منافسا لجبهة التحرير وقوائمها ومناضليها في ولاية تبسة، والحمد لله حتى شرفاء تبسة ومواطني تبسة يكفيهم فخر أن هذا الذي شرفوه لعهدتين كما ادعى انتهى به المقام إلى اتهامهم جميعهم وهم أبطال وشرفاء وكانوا من أكبر العائلة الثورية في المنطقة يتهمهم بالتهريب، فهذا عيب وعار أن تصل الجزائر إلى هذا المستوى. فقط أريد أن أقول بأن هذا السيد ما يصرح به اليوم هو محاولة الكذب والضحك على يعني على كل الجزائريين ماهوش على المناضلين فقط. هل يعقل ألا يدري بأن الخصومات الشخصية بين نائب ومواطن إذا كانت جنحة لا تستدعي رفع الحصانة؟ فقط النائب عندما يمارس مهامه ويتمتع بالحصانة إذا ارتكب جناية وألقي عليه القبض متلبس عندها يمكن طلب رفع الحصانة. أما رفع الحصانة المطلوبة من وزارة العدل هي بسبب الفساد الذي صرح سابقا بأنه يعلمه وهو يعرف هذا الميدان وشاهد شاهد من أهله، وثم تنكر هذا السيد الذي طبل لكل المراحل السابقة
أليس هو القائل مازال ما ولدته شمو من ينافس الرئيس بوتفليقة؟ ثم هذا السيد يقول باللي أنا تفاجأت بالفساد بهذا الحجم. الحمد لله الآن نعيش في عصر الانفجار المعلومة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت بعد الله لا تخفى عليها خافية، وكل فيديوهات تشهد بأن هذا السيد لا زال في غيه. لكن في اعتقادك اليوم نلمس من نبرته أنه فيه نبرة الاستمرار في محاولة الاستمرار ربما والاستماتة في المنصب، لكنها نبرة هينة، يعني يحاول التهوين من الوضع، يحاول التهوين من ما يكتبه أو تكتبه وسائل الإعلام عنه. هذا ما قصدت قوله، إذا لم تستحي ففعل ما شئت. فيمكن الإنسان إذا لو كانت هذه الكذبة الأولى أو هذا هو التنطع الأول والله لتساءلنا، لكن كل السلسلة اللي قام بها منذ أن اغتصب هذا المنصب عنوة وبوسائل نملك الأدلة الكافية والقاطعة على إدانته، ولكن احتراما للمناضلين. سنأتي على هذه النقطة، ولكن أود أن أسأل في الأول، يعني الآن المكتب السياسي في اعتقادك هل سيسرع في إجراء النظر في إمكانية إقالة أو استقالة محمد سيدي جميل؟ حتى المكتب السياسي هذه مع احترامي للكثير من أعضائه الذين تربينا على أيديهم ونعرف ونكن لهم كل التقدير، وهم من المناضلين الشرفاء يجب التحرير، لكن حتى هذا المكتب السياسي لا شرعية له. إذا علمت أن القانون الأساسي والنظام الداخلي ينص على أن أقصى عدد في المكتب السياسي هو 19، السيد ذهب إلى تجاوز 30، وبالتالي أسقط شرعية هذا المكتب السياسي لأنها خارج عن القانون الأساسي، تجاوز كل الحدود وكل القناعات وكل الضوابط التي تربينا عليها في جبهة التحرير الوطني، لأنه دخيل على جبهة التحرير الوطني. أصدقك القول، أنا الآن أحس براحة من أمري، أنا مناضل كنت ضمن المناضلين وفعلا نافست في الانتخابات وبإرادة المناضلين، لأني لست راغبا ولا طامعا ولا مستعدا لهذه المهمة، ولكن المناضلين اللي شافوا في أنا كمناضل يساهم في هذه المرحلة قبلت بذلك، ولكنني أقدر بأن هذه جبهة التحرير ماهيش أي من يجلس على كرسي أمان جبهة التحرير لا يحمل فقط لقب أو اسم أمين عام، يحمل رسالة شهداء ويحمل تطلعات أجيال ويحمل تحديات مراحل وإرث شهداء أبرار ومجاهدين أحرار. هذا السيد لا علاقة له بهذا الإرث، لكن هذا المكتب السياسي، فقط أكمل الجملة، هذا المكتب السياسي مع احترامي أجدد احترامي لبعض أعضائه الذين لهم الحق أن يكونوا مش فقط في المكتب السياسي قادة لهذا الحزب وهم ورثاء شرعيين له، لكن بالطريقة اللي جاء بهذا المكتب السياسي لا يملك الشرعية ولا حق له. لكن ما الذي ينزع صفة الشرعية عن المكتب السياسي أو حتى الأمين العام الحالي وتمت إجراءات انتخابه في دورة اللجنة المركزية بكل عدم مطابقته للقانون الأساسي والنظام الداخلي. لو وجدنا أن القانون الأساسي والنظام الداخلي لهذا الحزب، لأن الأحزاب دستورها هو قانونها الأساسي، الدول عندها دستور والأحزاب لها دستور، لو وجدنا أن هذا السيد احترم هذه الضوابط وأنشأ مكتب سياسي بناء على ما هو منصوص عليه في القوانين، لكان المكتب السياسي شرعي ويحق له التصرف وفق هذه الشرعية، لكنه تحايل حتى على الشرفاء من مناضلي جبهة التحرير الوطني، استخدم كل الوسائل التي أستحي أن أذكرها أمام الرأي العام وأمام كل الجزائريين. هذا السيد الآن الحمد لله العدالة أنصفت كل الشرفاء، مش فقط المناضلين في جبهة التحرير، حتى الذين يحبون جبهة التحرير. طيب لو نعود إلى البداية، يعني ما الذي حدث بالضبط؟ الجميع كان ينتظر أنه يأتي وجه لم يكن محسوب على أي أمين عام سابق، كان محسوب على الرئيس السابق، لكن فجأة يظهر جميع، الجميع تساءل. الجواب واضح وصريح، ما تزرعه اليوم تحصده غدوة. المؤتمر العاشر الذي نظمه سي عمار سعيداني وأعطيت السلطة الكاملة لمحمد جميعي الذي جيء به
لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو نائب حر في 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 المجلس الشعبي الوطني. تم الاستحواذ على تنظيم المؤتمر العاشر. لحد الآن قائمة اللجنة المركزية لم تصدر وفقا للقوانين. هذا السيد أشرف على تنظيم المؤتمر. نملك الأدلة اليوم أن 87 عضو توليت أسماءهم بالصورة والصوت من مقرر لجنة الترشيحات في المؤتمر العاشر، حذفوا من عضوية اللجنة المركزية، وجاءوا ناس واحد أخرين بعد أن انتهى المؤتمر. هؤلاء هم الذين اعتمد عليهم في انتخابه. ثانيا، أوحى للجميع أنه مدعوم من السلطة، وأن جبهة التحرير الوطني دائما وأبدا كانت، لأنها تعرف وش معنى الدولة، تعرف وش معنى الحفاظ على ركائز الدولة. اليوم وغدا كل شرفاء جبهة التحرير الوطني يمنوا بالدولة الوطنية ويدافعون عليها بكل ما أوتوا من قوة. هذا السيد أوحى للبعض واستخدم مع الأسف وهذا انتحال من المفروض العدالة تحاسبه، وإن شاء الله سيكون إحدى فقرات الملف التي سيحاسب عليها. انتحل صفات نتاع مؤسسات وأشخاص واستثمرها ودفع أموال وزور وكالات الآن موجودة، الملف القضائي موجود عندنا، بهذا استطاع أن يصل إلى هذا المنصب. والمؤسف والمؤلم، لكن ما الغاية من استخدام كل هذا للوصول؟ هل الغاية هي شخصية أم بكل أنه... تأكيد هذا الذي لا يعرف قيم النضال، هذا الذي لا علاقة له بالوطن، هذا الذي يتهم جهة كاملة بالتهريب ويبرئ عائلته، هذا الذي كان ينافس حزب أيعقل أيعقل في تاريخ البشرية؟ هل المناضل يأتي من فوق من القاعدة في الشروق يتكلم ويقول باللي أنا دخلت إلى حزب جبهة التحرير الوطني وعمري 16 سنة، وهو لا يدرك بأن القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني يفرض الانخراط إذا وصل الشاب 18 سنة كاملة. لاحظ معي، عندما تصل الوقاحة بشخص إلى هذا المستوى، طيب ماذا ينتظر منه؟ ماذا ينتظر منه؟ ثم عندما جاء، هل يمكن نقول في 91 الرأي العام يتابعني ويتابعنا جميعا، جبهة التحرير في 91 حوصرت، لم تكن جاذبة، بل كانت البلطوات نتاع المناضلين أغلقت عليهم في بعض المحافظات، جردوا من الممتلكات، واعتبرنا والشيء اللي قال سي عبد الحميد مهري ربي يرحمه، حتى ثقب الأوزون اعتبرنا احنا مسؤولين عليه. كل الجرائم اللي حصلت تناسى الخصوم في ذلك الوقت والمناوئين والذين يدعمونها من وراء البحر بأن جبهة التحرير حررت وطن وبنت دولة. حبوا يركبون كل الجرائم ولهم الحق. الشباب نتاع اليوم عندما يشوفوا ممارسات من هذا النوع، واحد ينافسنا ويشتمنا ويسبونا، طيب هل كانت هناك فرصة للتغيير؟ يعني بغض النظر عن مجيء جميع، يعني لو أتى شخص آخر هل كانت هناك فرصة أنه نعم تتغير نعم صورة الحزب؟ لأن الجزائر تغيرت، لأن بعد ما قبل 22 فبراير وما بعد 22 فبراير ليس واحد. الجزائر كلها كانت في كابوس وفاقت منه بإرادة شعبية. جبهة التحرير شخصيا أرى أن ما حصل للجزائر في 2019 فبراير يشبه إلى حد بعيد مع فارق القدسية ما حصل في بداية في أزمة حزب الشعب 53 ومن جرى عنه من أن الشباب قالوا طيب أنتم الذين تحكمون لنا أو علينا. كذلك الشباب اليوم اللي كنا افتقدنا منه الأمل، الحمد لله عاد وأثبت انتماءه لهذا الوطن، عاد وأثبت انتماءه ولقى الحضن الدافئ اللي هو المؤسسة العسكرية، احتضنته ورافقته، وها هي الآن بشائر هذا التغير وهذا الأمل الجديد في ترجمة ما جاء به بين أول نوفمبر، بناء دولة وطنية اجتماعية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية، وإيجاد دولة المؤسسات لدولة التليفونات، دولة الكفاءات لدولة العصابات. هذا الذي ينادي به الشباب، وأرى أن ملامح المستقبل المزدهر والآمن والمستقر
قد بدأت. طيب يعني قبل مدة بعض القياديين المستقيلين من المكتب السياسي يعني أصدروا بيان وصفوا في حالة الحزب بأنه يمر بوضعية صعبة وحرجة، يعني في اعتقادك كيف يمكن تفسير هذه الوضعية، وهل فعلا الحزب يمر بوضع صعب وحرج؟ أستطيع أن أقول بأنه أكبر من وضع صعب وحرج، الحزب يمر بأخطر مرحلة في تاريخه، لأنه لم يكن يتوقع أي شريف، أكرر، من مناضلي الحزب أو من المتعاطفين والمحبين معه أن تصل قيادته إلى هذا المستوى من الانحطاط، أن تصل قيادته إلى هذا المستوى من الإسفاف والكذب العلني. هذا السيد لا علاقة له، داخل على جبهة التحرير الوطني يا إخوان، ما يمكنش لو كان أي أخ مسجل في الدفتر العائلي لجبهة التحرير الوطني كان المناضلين يصطفوا حوله ويحاولون في كل الأحزاب السياسية. كاين قضايا داخلية وكاين احنا تعودنا أدبياتنا الجماعية في المداولة والأغلبية في القرار والإلزامية في التنفيذ. هذا السيد لا علاقة له بأدبياتنا، لا يعرفها. لكن اليوم لما يجي ويقول أنه المكتب السياسي هو اللي راح يفصل في قرار استقالتي، هذه على الأقل هو احترم هيكل من هيكل. لا يمكن، هذا هو راه خاطئ، لأنه مش المكتب السياسي اللي رشحه، هو مسؤول أمام، حتى إذا سلمنا بأنه له الحق، وهذا شيء لا أعتقد أي واحد فقهاء القانون ولا الدستور ولا السياسة ولا الثقافة ولا العلم ولا النضال يأمن بوجود هذا السيد. هو منتخب من اللجنة المركزية، الهيئة المانحة هي المانعة، المكتب السياسي هو بتعيين منه. كيفاش أنا نعينك ونقدم لك استقالتي؟ أنا اللي درتك. ما يمكنش، هذا دليل أنه ما يفهمش، ما يعرفش، ما هوش مناضل يا إخوان، لا علاقة له بأي قيمة من قيم النضال. جاء في كل المراحل اللي جاء، هذا حقه، هذا مواطن جزائري من حقه في ظل الأوضاع اللي كانت تشترى الذمم وتشترى المناصب وتشترى الألقاب وتشترى المسؤوليات، اشترى، له الحق. أما أن يتطاول على عنوان حرر بلاد وبنى دولة واعتنقوه الناس ما زالوا يدافعوا عليه، وكان حلقة شوكة في حلق الاستعمار وفي حق كل القوى المناهضة لقيم العدالة والتقدم والازدهار للأمة جمعاء وللشعب الجزائري بالخصوص، ولخاصة خاصة في مار المراحل السابقة اللي قادت جبهة تحرير هذا الوطن، أنتجت أجيال وأنتجت مثقفين وإطارات يفرقون بين الغث والسمين. لا، مش ممكن يصبح هذا السيد يواصل في الكذب بتاعه. هذا المكتب السياسي قلت لك بحكم القانون الأساسي لا شرعية له، مع احترامي لأعضائه. أيضا الآلية التي جاء بها هذا المكتب السياسي هو باقتراح منه بعد أن اغتصب منصب الأمين العام. الآن عندما طالته يد العدالة، وقبل العدالة العدالة الإلهية، لأن هذا حزب فيه دماء الشهداء وكل الشرفاء، ما يمكنش يعبث به واحد كما هذا الناس. طيب يعني الآن في يعني تتحدث عن وضعية صعبة للحزب، حزب جبهة التحرير الوطني، وربما كما أسميتها أكثر من صعبة. اليوم في هجمات متكررة من المنظمة الوطنية للمجاهدين، يعني ما خلفيات هذه الهجمات؟ وهذا المخيف، هذا الذي كنا نتمناه، أن هذا السيد، وأنا شخصيا لا أكن له كشخص أي ضغينة أو أي حقد أو أي، لا، لأن لا علاقة لي به، وعلاقاتي وتربيتي وثقافتي لا تسمح لي. طيب، نتناوله كشخص. قلنا له في بداية الأمر، أنت يا سيد جميعي، في ظل الأوضاع التي وصلنا إليها من خلال الخيانات المرتكبة من الذين ائتمنوا على قيادة جبهة التحرير وخانوها وحولوها إلى لجنة مساندة وحولوها إلى عبدة ما يقال الكاشير والكادر، أصبح بعض هذه الممارسات أدت بالجزائريين وخاصة الشباب يرفعوا شعار جبهة التحرير ديغاي، جبهة التحرير إلى المتحف. وإحنا نعرف هذا المخطط من خصوم جبهة التحرير، خصوم القيم والأفكار، خصوم المبادئ، خصوم الممارسات، خصوم السياسات منذ البداية. فرنسا
لن تغفر لجبهة التحرير أنها انتصرت عليها عسكريين وسياسيين. وكل الذين ما زالوا يحلمون بعودة فرنسا مرة أخرى إلى هذا الوطن، الأذناب انتحى، كانوا دائما يطالبون بهذه، ليست جديدة وحتى من أبناء الجزائر. لكن اليوم كيف نفسر هذه الهجمات المتكررة؟ نعم، نتيجة الممارسات التي نراها ونلمسها من مثل هذه السلوكات. لأن جبهة التحرير أنت أو أنا، إنسان عندما تثق فيه وتطمئن إليه وتعتقد بأنه يأتيك بالخير والنتيجة تكون عكسية، تغضب وتفور عليه. فهذا ما حصل لجبهة التحرير في السنوات الأخيرة. يوم ما كانت جبهة التحرير هي العين الصاهرة على أمن الوطن، وهي العين الحاملة لهموم الوطن، كان كل الناس رغم كل شيء، وكانت معززة محترمة، وكان لها رصيدها في أوساط. هذا الرصيد أصبح يتألم من خلال هذه الممارسات. عندما يشوفوا هذه الممارسات يرفضوا هذا الحزب. هذا الشيء وقبل سابقا هو رمز من رموز الوطن، سي محمد أبو ضياف رحمه الله الرئيس الراحل. لكن الحزب كان شريك في السلطة لسنوات. نعم، يعني يتحمل ويتحمل. نعم، لا نتبرأ لا لليوم أو غدا. لكن اليوم هل يجب يعني نتحدث عن حزب جبهة التحرير كرمز تاريخي، جبهة التحرير كمحرر للجزائر، لكن اليوم هل يجب أنه هذا الاسم يذهب إلى المتحف كما يذهب إليه البعض، حتى نحرره من محاولات استخدامه من طرف البعض لأغراض شخصية؟ هذا حلم كل المناوئين لرسالة نوفمبر. لكن هذا كلام منظمة المجاهدين. نعم، أنا لجيك. هل هم مناوئون لرسالة نوفمبر؟ نعم. الشخص الذي ينوب الآن في مقام الأمين العام لجبهة التحرير، أعطيك، هذا السيد كان مناضل في صفوف جبهة التحرير، وهو مجاهد ولا نناقشه في جهاده، وكان نائب باسم جبهة التحرير الوطني، ومر في كل الهياكل، ثم انضم إلى عنوان سياسي آخر مناوئ لحزب جبهة التحرير الوطني، وأصبح هذا طلبه من سنوات طوال وليس الآن، وفي كل محطة يجددها. أقول لك الآتي، هذه حادثة عشتها. سي محمد أبو ضياف ربي يرحمه، وهو من هو الرئيس الراحل القائد الرمز أبو الثورة أبو الوطنية الطيب الوطني، كان له موقف عندما اختلف، كان له موقف، وعندما جاء في رئاسة الدولة أول ما قال في المطار قال جبهة التحرير انتهت ولا بد أن تنتهي. بلغني من بعض الإخوان أن سي أيت أحمد رحمه الله وسي بن بلة رحمه الله ذهبوا إلى سي أبو ضياف، سألوه قالوا هل أنت من يصدر قرار مثل هذا بإزاحة جبهة التحرير الوطني؟ وهما خارجوا من جبهة التحرير، كل واحد ذا الحزب، ألا يعتبر هذا خدمة لمطالب دوغول؟ إذن حذاري. وكذلك الآن الشيء اللي حبيت نضيفه أنه لا يكفي التغني بالتاريخ، التاريخ مضى وانتهى وما يقدر حتى واحد من المناوئين يمسحوا لأنه طيب. كتب بالدم. لكن الشيء المطلوب من جبهة التحرير اليوم هي كيف التعامل مع الأجيال الجديدة ومع تحديات المراحل الجديدة. هذا المطلوب، أنه لا نغمط التاريخ ولا نتنازل عن عباره وبطولته، ولكن لا نحتكرها ولا نعتبرها هي نهاية الكون. علينا أن نتفاعل مع تحديات المرحلة بمنظور أننا أصلاء ولسنا أجراء. طيب اليوم كيف ستتفاعلون مع أي قرار يصدر؟ مثلا في حال استقال جميعي هناك سيناريوهات مطروحة، يعني تكون هناك قيادة جماعية، أو حتى يكون العضو الأكبر سنا وهو سيد بومهدي يسير الحزب. يعني في اعتقادك كيف ستتعاملون كقيادة؟ أنا لا أصادر حق الهيئات والمؤسسات لأنني أحترم ما هو منصوص عليه، لكن خارج هذا الإطار في رأيي الشخصي أن هذه حكاية الأكبر سنا وفقا لما هو موجود من عدم شرعية المكتب السياسي التي تسبب فيها المسمى محمد الجميعي بخروجه عن النص سقطت في اعتقادي. اللجنة المركزية لا زالها قائمة إلى اليوم بكل ما يشوبها من إيجابيات وسلبيات. يفترض أن المانح هو المانع، أن اللجنة المركزية تدعى مرة أخرى في أسرع وقت لإيجاد المخارج القانونية والضرورية والسياسية اللي
يمكن لها أن تتعامل مع مستجدات الساحة السياسية. أعتقد بأن هذا السيد يفترض أن كل المناضلين المنتمين وهمش المنتسبين، نتحدث عن الحقيقيين وليس الذي جاء بهم هو وأمثاله. هذه الناس يؤمنون بأن الاحتكام إلى القوانين هو الطريق الأمثل للخروج من الأزمة. علينا أن نتداعى جميعنا سواء في اللجنة المركزية أو المناضلين أو النواب أو المنتخبين، كل منهم ينتمون إلى هذه العائلة انتماء فعليا عقائديا وليس مصلحيا وانتهازيا. نسعى إلى إيجاد الحل القانوني والشرعي بانتخاب قيادة جديدة وفقا للقوانين المنصوص عليها، وهذه القيادة نكلفها بمهمة أساسية وجوهرية أو بمهمتين على الأقل: الإسهام في الرئاسيات القادمة بما تراه بحجم مناضلي ومواطني ومحبي جبهة التحرير الوطني للخروج من الأزمة للبلاد. الآن أصبحنا كل يوم نخاف مما يأتي، الحمد لله لقينا مؤسسة احتضنتنا، ولكن إلى متى؟ لابد أن ننتهي. فقط أكمل لك الجملة. ثم الموضوع الثاني أن القيادة الجديدة نكلفها بإنشاء لجنة وطنية لتحضير المؤتمر على أسس حقيقية جبهوية تخضع للقوانين وتحتكم للقوانين وتطبق الممارسة الديمقراطية في كل المستويات. عندها نقول أننا استرجعنا جبهة التحرير من كل من أيادي العابثين والمحتلين، ووضعناها في أحضان الشعب، والوسيلة الوحيدة للاحتكام للشعب هو الاختيار الحر. والتآمر اللي كان علينا من طرف ما سمي بالعصابة وأطرافها، أعطيك مثال ونختم. عندما كنا نتهم بكل الموبقات تاع الدنيا، ألا يسأل أحد واحد؟ إحنا أمننا بالتعددية والديمقراطية ودولة المؤسسات، أمننا بالاختيار الحر للشعب والصندوق الشفاف. عندما يجيبوننا وزير، يستوردوننا وزير من منطقة إلى منطقة وحطوه على رأس القائمة لا علاقة له بتلك المنطقة، وعندما تخرج النتيجة ندي 100% المقاعد النيابية، ألا يعتبر هذا فخ لجعل الشعب يشتم هذا الحزب ويشتم مناضليه؟ لكن هنا يعني المناضلين كان لهم أيضا جزء من المسؤولية، يعني طوال سنوات المناضلين كل الجزائريين كان لهم جزء من المسؤولية هذه. لكن الحزب هو ملك للمناضلين. نعم لم يكن ملك للمناضلين، كان هناك أصوات داخل المناضلين، فكل من قال كلمة الحق وصدح بكلمة الحق هو بعيدة وهم مشى. وصلت ببعض الممارسات أن توبع الناس في أكل قوتهم. إذن وانت تعرف كشاب عشت المراحل السابقة من كان يجرؤ أن يقول كذا أو كذا إلا القلة القليلة. كل المؤسسات كان مهيمن عليها وكان مسيطر عليها وكانت تسير. هل يعقل كان كش جزائري يتفكر في حياته باللي زوج رؤساء حكومات في السجن بحكم بتهمة واش؟ بتهمة الفساد. هل كان يعقل أنه يأتي علينا يوم في جبهة التحرير هذه اللي كان الانتماء إليها يعد شرف؟ أصبح أمناءها العمون، وإحنا تمنينا أن هذا السيد يفيق إلى روحه ويسلم يروح ما يديش جبهة التحرير معه لأروقة المحاكم، لأن الأول في المحكمة والثاني في المحكمة والثالث متهم ومتابع، يعني شيء عار. ألا يستحون من دماء الشهداء؟ ألا يستحون من شرف التاريخ؟ لكن هذا قد ربما ثاني أمين عام للحزب في ظرف وجيز، يعني في ظرف أقل من سنة، من المنتظر أن يمثل أمام القضاء. يعني في اعتقادك هل سيزيد هذا من الهوى مع الشعب والحراك؟ هذا الذي نريد توضيحه للشعب. يا أيها الشعب الجزائري المحترم، هذا العنوان تم العبث به كما تم العبث بقوت يومك وسكنك وصحتك ومدارسك وعملك. إذن عليكم أن جبهة التحرير هي كانت مؤسسة من مؤسسات البلاد، وأنتم تعرفوا المسار من وظيفة إلى سلطة إلى في الدستور الجزائري. تعرفوا كيف كان يجيو النواب، كيف كان يجيو رؤساء البلديات، كيفاش كان يجيو الوزراء، كل هذه الأشياء تعرفوها. مش احنا في جبهة التحرير اللي نشرحوها للجزائريين، احنا جزء من الجزائريين. ما تعرض له ابناء الجزائر تعرض له ابناء جبهة التحرير. لسنا غرباء عن هذا الوطن، نتسوق في اسواقه ونذهب الى مساجده وندفن في مقابره. طيب يعني
هل يعني لعبت صورة محمد جميعي كأمين عام للأفلام دورا في إبعاد الحزب من أي مسار للحوار؟ أساءت بحيث الكثير من المناضلين الشرفاء وكثير من المواطنين المحبين لجبهة التحرير يأسوا وأصبح. وإحنا في الجزائر المشهد السياسي ابتذلنا العمل السياسي، ابتذلنا العمل السياسي، ومش فقط في عندما ترى المعارضة بغض مع احترامي لكل معارضة تشارك في كل المحطات وتتحدث اليوم بأنها بريئة من دم يوسف. يا أخي إذا ما كنتش في الحكومة كنت في البرلمان، أنت كنت تشرع ثم أن هذا السيد العظيم ما نسميش في حزب آخر من غير جبهة التحرير الوطني للخامس مرة ولا لرابع مرة، وعندما يعجز ترشيحه في ولايته يأتون به إلى ولاية أخرى وكأنه عظيم. واحنا وش مسار وشو؟ لا هو مثقف كبير ولا دكتور ولا طبيب ولا مهندس ولا مجاهد ولا مستثمر، عبارة عن إنسان مدعي وقريب من السلطة ويصرح بأنه قريب من آلهة البلاد ويصبح زعيم. هكذا هي جبهة التحرير أيضا، طالها ما طال أبناء الجزائر. إذا كان أبناء الجزائر يشوفوا بالمراحل السابقة هذه كانوا في بحبوحة وكانوا من حقهم يقولوا رأيهم وكانوا في حرية تعبير وديمقراطية وحق التجمع وحق التجمهر وحق أهلا وسهلا، جبهة التحرير ظالمة. أما إذا كانوا يشعرون بالظلم والضيم فأبناء جبهة التحرير، أما إذا يحاسبون على الممارسات نتاع هذه الحثالات. طيب لكن هل البعض اليوم يقول بأنه الحزب حزب جبهة التحرير الوطني حزب فارغ، يعني من غير الإمكان أنه يقدم اقتراحات للخروج من الأزمة، لأنه بدليل أنه تحول إلى مجرد لجنة مساندة لأي بيان يصدر عن السلطة؟ الذي يقول هذا لا يعرف مسار جبهة التحرير ولا يطلع على وثائقها. لكن اليوم لا وجود لأي مقترحات للحزب سواء في قانون المتعلق بالسلطة، سلطة الانتخابات، أو حتى قانون الانتخابات، لا وجود لأي مقترحات قدمتها الحزب. يوم أن كان على رأس جبهة التحرير الوطني وناس يطمئن إليهم ولا يتهمون بالفساد وغير الفساد، كانت مشاريعنا في الحوار الأول اللي ندار في 2011 و2016 كان عندنا مبادرات حتى في كل شيء، في قانون الانتخابات، في قانون الأحزاب، في الدستور، في كل القضايا المتعلقة بالمنظومة التشريعية ومنظومة تطوير المجتمع. أما وقد اغتصب الحزب، احنا الآن رانا ندعو كل الشرفاء وكل الغيورين على حب على هذا التاريخ أول، مش على هذا العنوان، لأنه إحنا في النهاية إذا الجزائر ضاعت وش نديره بجبهة التحرير؟ إحنا نريد جبهة التحرير مع الجزائر، الجزائر أولى من جبهة التحرير لأن تربينا في جبهة التحرير، حتى وجود هذا العنوان ما كانش موجود إلا أنه كان مقترن باسترجاع الجزائر بعد 132 سنة. فكيف لجيل آخر أنه ينسى هذا التاريخ ويعبث بهذا العنوان ويصبح هذا السيد، وإذا لاحظتوا أصبح يجري استفتاء على وجود منظمة المجاهدين، هذا الناس اللي كانوا هما سبب في عودة الوطن، هذا المغتصب لعنوان الوطن يجري استفتاء اللي يبقوا ولا ما يبقاوش، يعني شيء غريب وعجيب، راه وصلنا للمحال. ومن حق الشعب الجزائري والشباب بالخصوص، إذن عندنا مبادرات وعندنا طاقات وعندنا قدرات أكثر من الجميع، ولا نزايد على أحد، نحترم لا نحتكر الوطنية ولا نحتكر التاريخ، ولكن نعتبر أنفسنا ورثاء شرعيين، وكل من يشاركنا من الجزائر بهذا الشيء يملك، عفوا كمل الفقرة. لكن الآن بوجود هذا الشخص اللي يعتبر وصمة عار في جبين التاريخ وفي جبين الجزائر وليس جبهة التحرير فقط، لم نتمكن من إبداء الرأي. ومع ذلك شارك المناضلون في لجنة الوسطة والحوار وقدموا اقتراحاتهم، واللجنة مشكورة أنها رفضت القبول بالمندسين والمتخاذلين أن يمثلوا جبهة التحرير. طيب يعني البعض اليوم يطرح فكرة أن جبهة التحرير عليه إعادة ترتيب أوراقه واستبعاد من كانوا متورطين مع النظام السابق، لكن اليوم ما موقعهم بالضبط في الهياكل، في المكتب السياسي أو اللجنة المركزية؟ وأيضا هناك مصادر تتحدث عن محاولات تموقعهم، ثم هل من السهل يعني عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي؟
طبيعي ليس سهلا، هذا أصدقك القول أنه ليس سهلا، لكن محاولة التموقع. الإنسان اللي ثقافته هي ثقافة التموقع وليس ثقافة النضال، ثقافة الأخذ وليس ثقافة العطاء. هذا شيء يبقى وارد، وخاصة أنه محتلوا مواقع أساسية واستراتيجية في قيادة الحزب. الآن في ظل لابد أن نغتنم فرصة رفض الشعب الجزائري أو أغلبية الشعب الجزائري لمنطق الاستبداد ومنطق القهر ومنطق السرقة ومنطق النهب لثروات وتاريخ الوطن. نغتنم هذه الفرصة. لكن هنا كيف نعرف من هو يحاول التموقع لأغراض شخصية، وكيف نعرف من هو المنظم؟ الاحتكام فقط، لأنه في الأول والأخير مثلا السيد جميعي في الأول والأخير كان مع بوتفليقة، بعدين لما أصبح أمين عام رجع يقول لك أنه الحزب كان مختطف وإحنا ضحايا، يعني نفس المنطقة راح نصيبه. أسألك يعني بالله عليك، أنت كصحفي عندما تسمع زعيم حزب بمثل هذه الضحالة ماذا سيكون موقفك؟ هل تصدقه؟ إذن هذا الذي نخافه على الجزائر مش فقط في جبهة التحرير، أخلقت العمل السياسي والتزام المسؤولية، والرجل كما يقال بالعامية يتربط من لسانه ماهوش بعير يتربط من كراعه، مع احترام المشاهدين. يفترض أن هذا السيد يستحي على نفسه، هو اللي كان الآن قلت لك نعيش في عصر الحمد لله بعد الله الذي لا تخفى عليه خافية، وسائل التواصل الاجتماعي ما يخفى عليه والو، كل شيء مفتوح وكل شيء بالدليل القاطع. إذن قلت لك المرحلة صعبة لا شك في ذلك، لكن كيفية الفرز بين الغث والسمين، بين المنتمي والمندس، هو الاحتكام إلى القوانين. إذا احتكمنا إلى القوانين، لو احتكمنا إلى القوانين ما كان يصل إلى هذا المنصب. لأنه ماذا؟ القانون الأساسي يقول لتصل إلى اللجنة المركزية، لعضوية اللجنة المركزية يجب أن تمر 10 سنوات نضال بدون انقطاع. فهو جاء من فوق، جاء منتخب، وأكثر من هكذا شوف الكاذب، نزيد لك هذه ونختم. كان يقول باللي أنا في 2007 تم ترخيص لي من طرف الأمين العام آنذاك، واتهم شخص اللي كان رئيس المجلس الزياري بأنه أيضا رخص له. شوف الكذب. زياري في 2007 لم يكن رئيس المجلس، كان مرشح كما كان جميعي، لا كان يسمع به ولا يعلمه، ما يعرفوش أصلا، كيفاش يرخص له؟ ثم يتهم أمين عام اللي هو سي عبد العزيز بالخادم بأنه كان يشتغل ضد الحزب. هل يعقل في تاريخ الأحزاب السياسية واحد كما بالخادم يجي يعمل ضد حزبه، يرشح الواحد كما جميعي باش يكون ينافس قائمة جبهة التحرير في ولاية تبسة، في دائرة تبسة؟ عندما تسمع واحد يقول هذا الكلام، لنفترض أن هذا السيد داري فيك مزية ولا خدمك بهذا الشكل، وهذه علمها عند الله لا أحكم عليه، هل من الأخلاق السياسية أنك تجي أمام الملأ تشهر به؟ هذا ما ينتظر من شخص من هذا النوع. يا إخوان فهمونا، طفح الكيل وكل شرفاء سواء في الجبهة أو خارج الجبهة يشوفوا بأن هانت الجزائر إلى هذا المستوى أن يعتلي هذا العنوان نتاع الشرف والكرامة والسيادة واحد كما هذا النوع. الحمد لله العدالة أنهاتنا منه. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال بن حبودة، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، على تلبية الدعوة. إذن إلى هنا مشاهدينا نصل إلى الختام، نلقاكم في عدد آخر، إلى اللقاء.